في ردود الفعل. فما موقف استوقفني موقف عربية حمادي كتبت ستاتيو قالت نهارت اللي قابلتها لأول مرة وآخر مرة في حياتي في برنامج بوليميك ما سلمتش عليها في الكواليس ما نفقتهاش. كلمني مذيع البرنامج قبل الحلقة بليلة باش يقول لي راي غدوة ضيفتنا ما حضرتش تفاجأت والطفلة اللي متوقفت وناس كل ولات أبطال وتسب فيها. أنا بيني وبينها قضية حكمت بالحبس ابتدائيا بثلاثة شهور بعد ما غلطت في حقي وحق زوجي في أحد البرامج التلفزية. أنا ضد الشماتة أو سبانها، أنا مشكلتي معها كيف ردها علينا وسائل الإعلام وكي خرجت من الإعلام ما عادش يهمني الباقي حياتها وأمورها وإنستغرامها. أنا موقفي أنا أواجه من يضاهيني أو يفوقني قوة إلى غير ذلك. موقف عربية حمادي كيفاش تقراها مريم؟ عمرك شريتني نهار جيت قل سامحني في حياتي؟ لا، أنا اليوم نطلب السماح من مرأة واحدة في تونس كاملة. علاش؟ اللي هي عربية حمادي، على خاطر طلعت امراه وكيرات شميتها هذيك الكل كتبت عليها ستاتيو وقلبت بها الدنيا. انا تبغي تبيتها وهي زيدها عملت فيا، اما هي اللي برفشتني الاولانيه. انا الكلام اللي قلته عليها بتيت خوجها تبغي تمثلت لها عائلتها، انا غلطت في حقها تبغي. اوجوردي جو سوي بريت ادير كو هذيك غلطه صارت مني هنا، كما هي زيدها غلطت معايا. كما هي جبدت القضية نتاعها انا زيدا مستعدة. طيب اذا كلمت لي زافوكا نش بدينا بيدي خاطر شيك بالي شيك يديا ولي هي ثبتني وانا ثبتها وثبينا بعضنا. انا الاشكالية نتاعي كنت معها في البلاتو تيلي. اسمحي كبرك يا مريم، كل حاجة في بلاصتها. تو اذا نقولك ليه انا اللي يقف معايا نقف معاها اكثر بارجة، واللي يعمل معايا ترايف خير نرجع حوله بندون دي زاني، اما اللي يعمل معايا الشر انا وراه وربي معاه. نحب نقول حاجة أخرى على سمير الويفي ونسميه بالاسم، حتى قانونيا عندي الحق نسميه بالاسم، اللي هو كي تشمت أول واحد هبط لانفورماسيون عليا أنا وقال لي أنا محكومة بعشرين سنة حبس. ما قالش هكا، ما شفتش عشرين سنة، كلمة عشرين سنة لا مكتوبة يا عشرة يا عشرين، وعندي الكابتور ديكرون هني موجودة. لا، في قضايا قد تصل إلى عشر سنوات، ولا في قضايا قد تصل أنت إلى شكونك؟ أنت شكونك؟ أنت شكونك؟ وأنت منين تعرف قبل العبيد الكل وقبل ما يهبط حكم وقبل ما يصير أي حاجة باش تعرف اللي أنا محكومة بعشرة ولا عشرين سنة حكم؟ معناتها أنت هز تليفوناتك وقاعد تخفي ديزانفورماسيون من بلاصة من الداخل. Ou tu n'as pas le droit de l'avoir et tu n'as pas le droit de le mettre sur les réseaux sociaux. خاطر غلط على الانفورماسيون. هو تكهن. قد يكون تكهن مريم يقول له. انت لقيت سيكيتي خالصين يا اخي في بالك انت حسبت حسبة. يا اخي طلعت لك حاجة أخرى. دونك غلطة كبيرة اللي عملها اللي هو مش يكسب ورا اللي هو حب يركب على الحدث. وكان جاي هو عنده بوفوار ولا أي حاجة بشي نجم يعملها باش أنا تصير لي مشكلة. أترينا منيش ما منراه اللي هو دخل روحه حب يركب جيست على الحدث يوري روحه زعمه هو بطل، اللي هو عمره ما كان بطل وعمره لكن حتى شيء وعمره ما يكبر فيه يعني حتى حد ينكر موا هو ينكر بلوس هو. دونك حبيت تركب على الحدث ونوصل لك الانفورماسيون بالموزايك كيفين موزايك تجم تقايد عليه حتى شيء ما ديك حتى شاكو الانفورماسيون اللي انت عديتها غالطة شمت على روحه الاخر خرج سينا وانت مازالو عندك برشا شيء باش تقعد تشتبين مريم. ما حتى انت عندك شكايات كذلك، انت دخلت انت اذا كان دخلت روحك في الحكاية ذي وقتها لازم تونس كاملة تعمل عليه كونكيت. وثاني حاجة هو مزيد في طاق عنده برشا حاجات شون تشمت نسألك نفس السؤال معناتها انت تتمنى سمير في السجن؟ نعم نجاوبك بكل صراحة كما انا صار لي ذيك وليت سميتها متاعو. نعم نتمنى سمير الويفي يكون في السجن وكل واحد ينجم يجاوب كيما يحب هو وياخذ الموقف نتاعو كيما هو. خاطرنا عمري ما شمت في حتى حد، قلت لك لا مراه ولا راجل، لا مراه ربي يهدي. اذا قلت شو انا اللي بكيني واللي يركب على الحدث وهو وحده قال اللي هو عمل تصويره زعمكم كارد بالك هاني حطيت في مخي وكالفازيت الكل عملهم حب يوري روحه اللي هو انت حبيت وري روح في اللي انت بزعم انت عملت الفازة هذي القانون في عقبك خاطر تسوي دون اون ميغ توتال سي امباردونابل سكو تو فيه سي اوغ لا لوا مانو. اذا كان مش انت عملتها ربي معاك، مي ان توكا هو لازمك تخلص كان انت عملت الحاجه هذي. هذايا الكل بيد واذا كان عنده لو بوفوار دقيقه واذا كان عنده لو بوفوار باش يعمل هذايا الكل
راهو خرج روحه هو من الحبس اللي داخله وخرج له كل درجه. متهم يبقى متهم داخل خرج له متهم، راهو المتهم يبقى بريء حتى تثبت ادانته بحكم قاطع ونهائي. لا انت تعرف بريء شو إيش أقولك، بريء ملحتين، أنا بريئة في كل شيء. بريئة بريئة أنت حتى التو بريئة، أنت حتى التو بريئة طبعا. أنت من يوم للحتى حد هو معجي بالعوين بالعوين وحتى بالعوين يذوق ما تربيش بهم ما تلبي. ما ماري ما تخلي هيش شخصية القضية ما تخلي هيش. أنا عبد واحد برك إيش أقولك، أنا عبد واحد برك ما تنفوش. أنت ريت هي ديزاين باور ولي، وأنت ريت تتويت تحطهم أي ولي، هو ورى للتونس كاملة اللي هو زعم بطل وهو اللي عملها. إذا كان هو عملها لازم يتعاقب، وقلت لك أنا نطلب تو من خايس صعيب يحل أونكيت كاملة. إذا كان مش هو علاش تتقوى على روحك وتوري روحك، وكان عندك البوفار هذاك راك خرجت روحك أنت من الحبس. واضح دونك فما إجابة على سؤالك، إجابة على سؤالك.